النقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن تأكيد ترامب على مخرجات قمم الرياض والالتزام بوقف دعم الإرهاب ودلالاته وانعكاساته. حراك العقلاء في قطر. ينضم إلينا من لندن الباحث في الشؤون الدولية في جامعة إكستر الأستاذ هشام الغنام، ومن المنامة الكاتب والباحث السياسي عبد الله الجنيد، ومن القاهرة خبير العلاقات الدولية مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد. مساء الخير جميعا. أبدأ معك هشام الغنام، اليوم كان جزء مهم من حديث الرئيس ترامب حول قمم الرياض وأهميتها، ما زال الرئيس الأمريكي يتذكر هذه القمم وأهميتها ودورها المحوري اليوم في كبح جماح الإرهاب وتركيزه تحديدا على مسألة تمويل الجماعات المتطرفة. كيف قرأت هذه الكلمة وتركيز الرئيس ترامب على هذه النقطة تحديدا؟ تحية لك أستاذ أيمن، وشكرا على الدعوة الكريمة، وأعتذر عن عدم استطاعة إجابة دعوات سابقة. الحقيقة أنا أظن أنها تأكيد ترامب يعني بهذه الطريقة وتكراره لنفس خطابه منذ بداية الأزمة الخليجية يؤكد على أن موقف المملكة العربية السعودية كان يعني كان واضحا يعني منذ البداية، يعني كان مرتبا وتم التنسيق حتى يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية في الإجراءات التي ستتخذها السعودية ومع الدول الثلاث ضد قطر. يعني كان واضح يعني حتى أن في استجابة وتقبل أمريكي، وهذا حقيقة يعني ما هو أمر يعني سهل ترى، يعني لأن قطر أيضا يعني هي تحت مظلة أمريكية، يعني ليست نشازا عن هذه المنطقة، هي ليست كوريا الشمالية. فتقبل الولايات المتحدة الأمريكية لإجراءات مثل اتخذتها الدول المقاطعة في حق قطر يدل على أن يعني هناك يعني رغبة دولية، يعني ليست فقط رغبة خليجية أو عربية في كبح هذا الـ هذا الـ هذا الـ الجموح القطري الغير يعني الغير حتى متسق مع حجم قطر الحقيقي. يعني لا يوجد قبول، لن يكون هناك قبول لأي دور تخريبي لقطر في قابل الأيام. هذا ما يدلها، نحن نصف الواقع، يعني هذا ما يدل عليه تصريحات الرئيس الأمريكي، وما يدل عليه حتى المواقف اللي في أسوأها هي محايدة. لا يوجد موقف مناصر للقطريين ضد الدول المقاطعة. أنا أعتقد أن هذا الموقف الآن بهذه الطريقة يجعلنا نقول يعني بكل يعني وضوح أن هذه الأزمة مستمرة، يعني لن تنتهي الحقيقة إلا بتنازل قطري. يعني لا نستخدم يعني رضوخ، لن تتم إلا بتنازل قطري واستجابة للمطالب 13 التي طلبتها الدول المقاطعة. لن يكون هناك استدارة من قبل هذه الدول، يعني الاستدارة غالبا ستكون من القطريين، لكن هو يعني هذه الملاءة المالية الضخمة وهذا العناد القطري هو الذي يجعلها تستمر في ذلك. وهذا طبعا لن يستمر إلى الأبد، يعني ترى يا أيمن يعني هذا لن يستمر إلى الأبد. الآن المعركة حتى انتقلت إلى الداخل القطري، هناك تململ مما يحدث الحقيقة ومن هذا التعنت القطري. نعم، سأتي على هذه النقطة. منافذ أخرى يعني لتبادلها الاقتصادي. تفضل أكمل هشام. أنا أقول حتى لو وجدت، ترى يعني أنا استمعت لكلمة أمير قطر قبل قليل يعني في الأمم المتحدة، حتى لو وجدت منافذ أخرى تستطيع منها تمرير يعني احتياجاتها الاقتصادية حتى لو كانت مكلفة لها وهي تستطيع تحمل تكلفتها، في أمور أخرى يعني القطيع هذه مؤثرة على قطر في على كافة المستويات، يعني وستنتقل معها الضغط، لن تكون فقط اقتصادي، سينتقل إلى أمور أخرى سياسية قد بدأنا نرى بوادرها منذ فترة والآن تزيد ومرشحة للازدياد. وذكرنا في نفس برنامجك هذا أنه لا يعلم منذ ظهور يعني الشيخ عبد الله الثاني على الساحة، أنه لا يعلم مدى تأثير ظهوره ولا مدى حتى الآن، لا يعلم ذلك حتى الآن يعني. وهالأمور تتصاعد تبين أن الوضع مرشح للتصاعد ومرشح لزيادة الضغط، وأن هناك أوراق أخرى قد تدخل في هذه المعركة كلها ليست في صالح القطريين، يعني لا يوجد شيء منها في صالح القطريين. يعني حتى لو نحن نحلل ترى على الفكرة يعني بالموجود على الأرض، يعني أنا أتوقع حتى القطريين يعلمون ذلك، يعني حتى الذي يدافعون عن النظام القطري يعلمون أن لا يوجد أي بادرة تفاؤل يعني غير هذا الادعاء الصمود
والمقاومة والمصابرة في وجه الدول المقاطعة. هذا الذي يوجد فقط، وهذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. يعني أتمنى أن يكون هناك تحكيم للعقل الحقيقة، وتقديم لمصالح الشعب القطري الشقيق، وأن يكون هناك تنازل وتنازل سريع. يعني استجابتك لمطالب شقيقة كبرى مثل السعودية ليس إهانة لك، بالعكس السعودية تدافع عن أمنها الوطني والقومي. يعني هي صبرت كل هذه المدة أملا في أن يعني يتغير السلوك القطري، فلا تلومها على تصرفاتها تجاهك الآن عندما بلغ السيل الزبا كما يقال. أنتقل إلى البحرين. عبد الله الجنيد، أهلا وسهلا بك. أسوأ موقف يعني بالنسبة لقطر هو الحياد، في الحياد بالنسبة للدول الأخرى. رأينا دولا لا يعني تحايد بالنسبة لقطر، لكن لا أحد يصطف معها. واليوم كلمة الرئيس ترامب كانت واضحة جدا، كان يغمز لقناة مهمة بالنسبة لقطر، كان يذهب إلى إيران. تعتقدون أن ترامب واللقاء المرتقب والذي قد يتم على هامش الجمعية العامة مع أمير قطر سيكون واضحا، سيكون مؤثرا في مسار الأزمة الحالية؟ أسأل الله مساك ومساء ضيوفك عبر الأخبار الصناعية أستاذ أيمن. بالتأكيد الكل كان يتطلع أن تكون كلمة أمير قطر في الأمم المتحدة ربما تأخذ منحة يدفع باتجاه يعني تحديد ربما مخرج ما يتوافق عليه أو قابل التوافق عليه من قبل الجميع، ولكن للأسف هو استمر في عملية توظيف الحد الأقصى الممكن من حجم أو المساحة الزمنية المعطى له يعني التذكير بحجم المظلومية، بل والأكثر من ذلك أنه صور المقاطعة بالعمل الإرهابي من قبل دول المقاطعة لقطر، وهذا يعني نقلة في الموقف السياسي ربما يعني تقلق حتى أبواب الوساطات، وهذا هي. أما بالعودة إلى كلمة الرئيس ترامب هو حدد تماما أن مخرجات قمة الرياض هي المرجعية الوحيدة القابلة للعمل من خلالها لإعادة الاستقرار في هذه المنطقة، وهو أكد أن بالإضافة لوجود هذه الدول تحت مظلة يعني قمة الرياض الإسلامية الأمريكية والعربية الأمريكية والخليجية الأمريكية، هو يعول على شركائه الاستراتيجيين العرب في المنطقة في إعادة الاستقرار وفي محاربة الإرهاب وفي يعني احتواء الدول الداعمة والممولة للإرهاب بكل السبل الممكنة السياسية وغير السياسية. فيجب أن تكون رسالة قد وصلت بالتأكيد لكل الأطراف المعنية. نعم. دكتور سيد أحمد سيد في القاهرة، يعني الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب خرجت اليوم بتصور واضح، لديها ربما خطوات مقبلة بالنسبة لقطر. هناك في ذات الوقت حديث للرئيس ترامب يشدد على نتائج قمم الرياض، وفي نفس الوقت أيضا محاولة من أمير قطر يعني استغلال هذا الحشد وتبرير بعض المواقف ولوم دول المقاطعة لدولته. كيف ترى في البداية موقف قطر، أمير قطر تحديدا، من الخطاب الذي تحدث به الرئيس ترامب؟ هل تعتقدون أن التأثير سيقع بعد ربما اللقاء المرتقب بين ترامب وتميم، أم ماذا سيحدث؟ هل سنشهد تحولا باتجاه يعني ربما كما تحدث الأستاذ هشام سيكون هناك نوع من التنازلات، نوع من الالتفات، أخذ الموضوع بشكل جدي من قبل الدوحة؟ يعني بداية المشكلة أن النظام في القطري حقيقة يعاني من إشكالية واضحة،
هو لا يستطيع أن يفهم يستوعب أو يدرك الرسالات المختلفة، سواء الرسالات الإقليمية أو الدولية أو حتى اقتراب ترامب اليوم. أعتقد أن هذا النظام هو من يعني من افتقاد الرشادة في إدارة منطق حتى العلاقات الدولية ومنطق المصلحة. هو يعتمد على فكرة المقابرة وفكرة كأنه لا يدري شيئا. ثم الأمر الثاني هو أيضا مع ذلك تأخذه نظام العزة بالاسم، يعني هو 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 مخطئ، وهو أن يعرف أنه أن قطر ليست دولة عظمى، وأن استمرار المنطق القطري في التحدي والرهانات المختلفة بالتدويل ولغة المصالح مع بعض الدول أو دعم بعض الأطراف الإقليمية، هو في النهاية لن تنتصر قطر على الدول الأربعة. قطر دولة صغيرة، قطر الآن هي بتحاول أن حتى ولم يفهم أيضا الرسالة المهمة من الدول الأربعة، أن هذه الدول حتى الآن هي تفتح صدرها، هي يعني الآخر نفس تعطي الفرصة لعل النظام القطري لعله يتراجع، وأن يتراجع عن مواقفه وأن يتنازل ويعترف بالخطأ، حتى تحافظ هذه الدول على البيت العربي والبيت الشقيقي. حتى هذه الرسائل هو أيضا تأخذه العزة بالاسم ويكابر ولا يفهم. عندما نتكلم عن ترامب والآن ترامب وكلمة ماكرون وكل العالم وجوترش الأمم المتحدة العميل العام، الكل الآن العالم كله القضية الإرهاب هي الأجندة النظام الدولي. نحن نتكلم عن إصلاح الأمم المتحدة بمعنى أن أكبر مصدر لتهديد السلم الدولي هو الإرهاب الدولي، الإرهاب التنظيمات الإرهابية، وأن القضاء على هذه التنظيمات ليست فقط استئصالها ولكن استئصال الشجرة، جذور الشجرة التي تمدها بالأكسجين وبيئة الحياة، وهي الدول التي توقف التي تمول الإرهاب. كانت كلمة ترامب واضحة أنه يجب وقف دعم تمويل الإرهاب، وهو يقصد قطر، يقصد إيران وكل هذه الدول. قطر حتى الآن هي لا تدرك أن المجتمع الدولي يتبرور، وأن التوجه العالمي يتبرور نحو محاصرة الإرهاب والدول التي تدعمه خاصة. لكن عندما تلتحق بإيران وتراهن هذه الأمور، هي أصبحت الآن في مواجهة مع العالم. عندما تقف عندما يخير العالم بين مواجهة الدول التي تدعم الإرهاب أو بعض المصالح حتى مع قطر من جانب الدول الكبرى أو غيرها، هو في النهاية سوف يضحي بقطر، سوف يضحي، لأن الإرهاب الآن طال هذه الدول. الآن هناك تفجيرات في لندن، في الدول الغربية، في أمريكا، وبالتالي هذه الدول وإن كانت تغاضت في السابق عن دعم قطر الإرهاب أو توظيفها لأجندات معينة أو تفكيك الدول العربية، إلا أنها كانت في مأمن على الأقل من استهداف تنظيمات الإرهابية. لكن عندما انقلب السحر على الساحر وانقلبت هذه التنظيمات، لابد من معالجة كل المنظومة، سواء التنظيمات ورأينا في انحصار لها في هذه النقطة، سوريا، العراق، ليبيا، اليمن. وبالتالي النقطة هو استكمال الدول سعود لك دكتور سيد إذا سمحت لي سعود لك اسمح لي سعود لك دكتور سيد، أذهب إلى لندن. هشام، قبل يعني هذه كلمة ترامب وكلمة أمير قطر ثم اللقاء المرتقب، قبل ذلك قبل يومين رأينا الشيخ عبد الله وأيضا الشيخ سلطان يتحدثون في بيانات متلاحقة حول الوضع في قطر وضرورة إعادة الأمور إلى نصابها والدعوة لاجتماع عائلي وطني بالنسبة للقطريين. تعتقد أن هذه البيانات ستكون لها تأثير واضح في الاجتماع المرتقب بين ترامب وتميم؟ لا شك، يعني لم يكن هذا الظهور وهذه البيانات وهذه الخطابات هي 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 محور أساسي في لقاء ترامب بأمير قطر، يعني لا شك لا يمكن إغفالها الحقيقة. هذا الظهور للشيخ عبد الله الثاني والشخصيات قطرية أخرى كثيرة، يعني ترى ليس فقط من ذكرت، هي وضعت الحقيقة الموضوع القطري على عربة سريعة. يعني الآن السيولة شديدة في الأزمة القطرية. نحن نقول للإخوة في قطر أنه كان بإمكانهم حل الموضوع بأسهل من ذلك. الموضوع يعني لا يمكن، يعني حتى إن فكرت قطر، يعني أنا استمعت لكلمة أمير قطر حقا في الأمم المتحدة عندما تحدث عن قبول، يعني هو حاول رمي الكرة على الدول المقاطعة وذكر أنه يعني أن قطر تريد الحوار الغير مشروط مع هذه الدول وأن هذه الدول هي التي ترفض. طبيعي هو فعلا هذه الدول ترفض هذا الحوار الغير مشروط، لأن هذا الحوار الغير مشروط هو عين ما تريده قطر منذ بداية هذه الأزمة، وهذا هو أساس المشكلة. يعني كيف، على أي أساس نتحاور؟ يعني لا يوجد أساس للتحاور بين هذه الدول المقاطعة وقطر، هذه هي المشكلة. يعني الدول هذه التي قاطعت لا تريد للقطريين أن يلتفوا حول المطالب، ولا تريد إضاعة الوقت الحقيقة في أخذ ورد مع الأخوة القطريين بدون أي نتيجة أو فائدة. يعني هو قد جر، يعني لا يمكن تجريب المجرب الحقيقة مرة أخرى. يعني
قد حدث هذا أكثر من مرة ترى في الماضي، يعني بعضه معلن وبعضه بالمناسبة ترى غير معلن، يعني وكان في التزامات قطرية ووعود بالاستجابة ولم تستجب قطر يعني. ولا يمكن لدولة أصلا مثل السعودية يعني أن تجعل قطر تتلاعب في أمنها القومي، يعني هناك مسؤولية حتى على القيادة السياسية السعودية، لا يمكن أن تجعل قطر يعني تدعم تيارات داخل المملكة، يعني داخل المملكة وليس حتى خارجها، يعني وتدعم تيارات رجعية وتيارات متطرفة وتيارات تدعو للعنف داخل السعودية. هذا كله لا يمكن أن يستمر، يعني إنه كنا نتمنى الحقيقة من القطريين أن يتوقفوا عن هذا. الآن المسألة تقريبا يعني هي دولت، لكن في نفس الوقت لا زال الحل في يد السعودية، يعني ما لن يستطيع أحد على إجبار السعودية، لا يوجد دولة في العالم تستطيع على إجبار السعودية بالتنازل في هذا الملف، لأن أي دولة تأتي للسعودية ستقول السعودية أن هذا موضوع الإرهاب الآن يشتكي منه العالم. القطريين هم سبب رئيسي له، يعني إذا طلبتوا تنازل السعودية فأنتم تريدون إلقاء اللائمة مرة أخرى على السعودية، يعني لا يمكن أن يحدث تنازل. لذلك أنا في ظني لا يمكن أن يحدث تنازل السعودية حتى لو ضغط أي حليف غربي على السعودية، سيستمر الموضوع كما هو عليه. يعني المسألة الأخرى ترى لابد نذكرها، يعني أنت لما الآن القطريين لما تقاطعهم دول بحجم السعودية وبحجم مصر بحجم الإمارات وبحجم البحرين، يعني بهذه العلاقات والشبكات الدولية المنتشرة في العالم، حتى بالنفوذ القطري الذي كونته قطر في فترة سابقة، يعني نفوذ أساسه كان طبعا المال السياسي الذي استخدمته قطر في العالم. أن تواجه دول مثل هذه أربع بعلاقاتها قطر هي التي تتضرر، يعني أتوقع أن المسألة يعني قطر إذا أراد تدويل المسألة فستتم ملاحقتها حتى دوليا، يعني هي كل ما صعدت الحقيقة سترتد عليها الأمور أكثر، يعني مثل ما فعلت في إجراءات كثيرة ماضية. الآن أمام قطر استحقاقات كبرى قادمة الآن، وأي تأخير وتأجيل في تنازل مقبول للدول المقاطعة ولا رأسها السعودية سيضر بالقطريين في هذه الاستحقاقات الحقيقة، وستتضخم الخسائر القطرية وسيزداد الضغط القطري وظهور شخصيات أخرى مؤثرة في المشهد القطري قد تسبب، يعني الآن نحن نرى الآن انقساما حتى داخل المجتمع القطري الآن. هذا قد يزداد وقد يتطور بشكل لافت وسريع، يعني أذهب إلى عبد الله الجنيد. عبد الله الجنيد، ما حجم الإرباك الذي سببه خروج شخصيات بارزة من أسرة آل ثاني لأمير قطر في هذا المحفل الدولي؟ هناك كثير من الدول ربما كان لدى أمير قطر فرصة لالتقاء عدد كبير من القادة في هذا المحفل الدولي، لكن خروج هذه الشخصيات البارزة أربك ربما يعني التحرك لشخص تميم، وجعله يعني لا يعني من الصعب إدارة هذه الأزمة في ظل وجود إشكال داخل العائلة الحاكمة في قطر. يجب الاعتراف أن هناك تحولات كبرى على المشهد الوطني قطريا، يعني لا يمكن إنكار هذه الشخصيات سواء من الشيخ عبد الله بن علي أو شيخ مشايخ قبيلة المران أو ظهور سلطان بن سحيم، كذلك المؤتمر المعارضة في لندن. ولو رجعنا يعني لقياس هذه التحولات وما تفرضه من ضغوط سواء داخلية وخارجية، وهنا ما يعني أنت سألت ما هو شكل الاجتماع الذي سيكون عليه في واقع عندما يلتقي الرئيس ترامب بالشيخ تميم، بالتأكيد أن الإدارة الأمريكية حريصة أن تفهم ربما أو تحاول أن تستقرأ كيف تتعاطى الآن القيادة السياسية في قطر مع هذا الحجم من التحول في المشهد الوطني وليس في المشهد الخارجي، وهذا تحول جدا مهم لأنه قد تكون له أضرار أو تأثيرات لاحقة على أمن واستقرار قطر، وبالتالي أمن واستقرار يعني المنتسبين لوزارة الدفاع الأمريكية سواء في قيادة المنطقة الوسطى أو في قاعدة العديد، لأن نحن نتكلم عن آلاف من العاملين المنتسبين لسلاح الجو ومنظومات أخرى أمنية ودفاعية أمريكية. هذا الجانب
يجب أن يؤخذ في الاعتبار ويجب أن تحاول قطر استثماره في عملية يعني تفعيل ربما أدوات جديدة في الملف الأزمة القائمة، وربما أعطاء الإدارة الأمريكية مع الوساطة الكويتية شيء جديد لي يحفز مسار العملية. نأتي إلى الجانب الثاني. الآن وجدنا الخطاب جدا جدا متشنج، وحتى يعني بقياس ردات الفعل للإعلام القطري في مصاحبة هذا الحدث وجدناه متشنج جدا، ويستخدم لغة ليس فيها أي نوع من المصالحة. ربما كانوا هم على اطلاع مسبق بالخطاب، فلذلك كانوا يعني يقدمون نوع من دور خلينا نقول الإعداد المسبق للتعاطي مع ذلك الخطاب. والخطاب كما جاء يعني جاء 70-80% من في الأزمة وتوصيف المقاطعة بالعمل الإرهابي. نعم، اتضحت النقطة بحجم التلاحم الوطني، ولكن نعم أستاذ عبد الله يسوغ مظلوميته. نعم اتضحت النقطة. أذهب إلى القاهرة في عجالة دكتور سيد، برأيك هل ما زال يعول أمير قطر على نفس الأعذار، نفس الروتين في خطابه حول يعني المظلومية نفسها؟ هل يعول على تأثير محتمل لقادة الدول، أم أن الأمور اليوم هي مجرد تبريرات في سبيل محاولة يعني استعطاف هذه المجموعة الدولية التي تعقد اجتماعها في نيويورك؟ يعني بالطبع، أولا بعد 3 أشهر ونصف فقد النظام القطري كل مصداقية، يعني حتى خطاباتي وادعاءاتي باللعب على وتر السيادة أو المظلومية أو غيرها من الأمور هي لم تعد تجدي ولم يعني تحمل ثقلا، بدليل أن لم أحد يتعاطف معه، وإنما ربما فرضت لغة المصالح الوقوف على الحياد كما أشار الضيوف. الأمر الثاني أن التطور الآن الأخطر هو تطور خارجي، هناك ضغوط خارجية وداخلية. أعتقد أن أمريكا وترامب بعد اللقاء سوف أعتقد أنه سيضغط على تميم بشكل كبير لإنهاء هذه الأزمة، طبعا حتى من منطلق المصلحة الأمريكية ومن منطلق حتى فكرة دعم الإرهاب. ثم هناك أيضا الحراك الداخلي. الآن الرسالة الكبرى حتى في بيان الشيخ عبد الله الثاني وسلطان بن سحيم هي أن قطر الآن مختطفة، وأن مجموعة هناك من الأسرة الحاكمة تختطف قطر نحو الهوية، وأن استمرار هذا الاختطاف ومنطقه في إطارة الأزمة وتبريدها واللعب على هذه الأبرار والأعذار غير المبررة من الشعب القطري هي بتعكس أن قطر في اتجاه إلى الهوية في ظل هذا الحمدين وتنظيمهما ومن يعولهم، وبالتالي هذا يمثل حراك ضاغط مع الحراك الدولي مع أيضا يعني الدول الأربعة. الآن شكرا لك دكتور سيد. طالب يعني مطالب واضحة محددة، هي ليست مطالب تعجيزية، أن توقف قطر دعمها للإرهاب وأن تمول. وبالتالي أعتقد أن ربما هذا يدفع الأزمة إلى ربما الحل السريع. نعم شكرا لك دكتور سيد أحمد سيد في القاهرة، شكرا لك عبد الله الجنيد في المنامة، ابقى معي إذا سمحت هشام الغنام.